ساعة في لونترينمون يا انت يا الكورة ما تكسرش راسك برك في لونترينمون باش مرات لا انا ولد عم ما يكلمنيش اما التحرش على واحد يا يخرج ما تكسرش راسك من بعد مليح بلانتيات زاد تهذب لا شوت مليح بلانتيات اما اللي بها الفائدة خليني ساكت انا هي ذكرنا فيري علي توال لا لا بها الفائدة كنت المرس ماتش المرس مسؤولي نادي البنزرتي وسام هل هما في فترة الحجر الصحي على اتصال دائم بكم في الفترة هذه؟ البعض الحقيقة البعض مش الكل البعض اما البعض نشكرهم الحقيقة نشكرهم القديه كيما شكون خاطر فما فراغ اداري وفما مشاكل كبيرة بين الهيئة التسييرية والله برشا سي محمد نوار سي زهير برشا برشا الحقيقة باش نسمي لك نقعد القائمة طويلة هما المهم البعض فيهم من الحقيقة نشكرهم شكر خاص معناها يكلموني ويسألوا علي الجور الكل يسألوا عليهم ويكلمونا معناتها في الأفلام أنا لقيت بالنسبة لي أنا الحاجات هذوما معناتها تعرف العالم الكل كورونا وياه معناتها نورمال تسال تليفون وتسال راهو مش مزيه معناها كي تسال على جوار بالاخص تعرف الامور الماديه نتاع ليزيكيب الكل كيفاش معناتها مش مزيه الحقيقه نشكرهم برشا وان شاء الله يكملوا هكا ان شاء الله. عبد السلام سعيداني اتصل بيكم اكثر واحد ممكن اتصل به هو انا معناتها اكثر واحد اللي جاء على الحكم اللي انا فان كونترا واكثر واحد اتصل به هو انا مازال داخله بعضها الحقيقه مازال برشا حاجات داخلين بعضها ان شاء الله يتصلحوا قدره ربي القادم خير ان شاء الله. اللي بيه الفائده الوضعيه الماليه من الملاعبيه صعيبه صعيبه باش نقول لك راهي صعيبه برشا الحقيقه صعيبه برشا ممكن فما برشا ملاعبيه ما نجمش نحكي كيف معناتها في ما تنجمش نحكي لك قد ما الصعب اللي موجود معناها مش نحن مش زي كيف معناتها كان بنزرت الكل بالنسبه لنا بار اسبيرونس وشويه نجم نادي الساحلي من الباقي الكل راهم في وضعيه ماليه صعيبه انت حتى توين خاطين في شهرهم الكل مثلا على فكره النجم هي معلومه اخذتها الاسبوع ذا وسام انت مثلا قداش من جيراي ربما طالب بها نادي بنزرتي سبعه جيرايات رقم كبير هذا الكل معناها من الجور الكل نحن اما المشكله تعرف شنو المشكله هي المشكله اللي الفاسون اللي خرج بها الرئيس وعاود دخل بها رئيس اخر معناها هذيك هي اللي قعدت في انكرونج كبير مع الملاعبيه ما نعرفوش شكون كان شد رئيس ومن بعد كي رجع الرئيس الحالي معناتها سي عبد السلام فما كما نقولوا نسبة نتاع فلوس اللي دخلت وعطاء مش عطاء جرايات اما عطاء كما نقولوا منحة لبرشا ملاعبين. ما نعرفوش باش يرجع ولا لا توا معناها اش قال عبد السلام اخر كلام حسب ما انا حسب ما نعرف اللي هو باش يرجع يشد نادي بنزرتي هذه حسب ما سمعت. كانوا هبط فيديو البارح قال لن اعود لرئاسة نادي بنزرتي ولا لا ترى. والله هو عامل حدث بالفيديوهات نتاعو نعملوا تحيه لكن الوضع كما حكى وسام يعني ياثر على الكورجيه توا لكن بخلاف التحيه لعبد السلام نلوموا عليه زاد شويه يخرج مع سهيل بالراديا لانه هي. خرجوا على النص كما قلت خرجوا على النص لكن هذا نحكيو تو كوره ياثر على وسام ولا غيره هيئه وهيئه موازي وما فماش مستحقات واذا هو شنو انت ليماج دو مارك تاع الكلوب نادي عمره قريب 100 عام مسؤول ومسؤول مضاد يتعاركوا ان شاء الله يوصلوا لارضيه التوافق خاطر بصراحه ديما الرصيد البشري ممتاز جدا في نادي البنزرتي نتصور انا كان فما شويه كلمه وينضاف الجو ليكيب راهي ترجع كما ولد عملاول تلعب في عملاول مع منتصر لوحيش في المرتبه الثانيه ولا الثالثه كملت ومع اولاد صغار طلعوا مع بعضهم عاشوا ظرف صعيب مع سيابي اول بيريود لعبوا على المانتيان مع لسعد دريدي وبعد رجعوا بالقويه معناتها سيابي بلاصتها في الاربعه الاولى لكن بون نحكيو كورونا وفلوس هذه على العالم الكل لكن فما قله استقرار اداري في سيابي ما يشجعش اللاعبين باش يلعبوا بين الهيئه التسييريه وعبد السلام السعيداني اكيد ياثر والمخرج على فكره ومشجع مشجع كبير للنادي البنزرتي تحيه لجماهير نادي البنزرتي والجهه بنزرت الكل الوضعيه كما قلنا صعيبه برشا للاعبين وقالوا سمعت كلام انا حتى ملاعبيه عندهم كراه مثلا بالليزينغ في السي بي وسام ويستناو فيهم عدول المنافذين وسام فما انا قلت لك فما قلت لك معناتها فما حاجات راهم صعاب برشا قد ما نحكي لك راهم صعاب فما لاعبين مثل ما صغار ما عندهمش كيما نقولوا اللي السالير نتاعهم مش كبير معناتها هو مشكور اللي هو قاعد يكلمهم وقاعد يحكي معاهم خاطر راهو معناتها السوء تفاهم اللي صار ما بين الهيئه التسييريه وعبد السلام السعيداني راهو كبير معناها قعدنا نحن في مشكله معناتها في مور في العنازه نقولوا بالضبط في مور فلوس وواحد خاطر واحد يعطيك كيما نقولوا يد القفه وانت ما تهزهاش وقتها تولي مشكله كبيره فهمت شنو غير فما حاجات ممكن كويزين انترن ما نجمش نحكي فيهم اما راهم حاجات صعاب الحقيقه حاجات صعاب شنو صحة الكلام اللي يقول انه وسام بوسنينه يحب من النادي البنزرتي 250 ألف دينار؟
والله باش نقول لك مش كيستيون بيتونا 5000 دينار هو الفلوس الفلوس اللي ما يحد بريم دو روندمون سي خالد يعرف محمد يعرف معنا البريم دو روندمون في كبير معنا فهو كبير مش 250000 دينار اقل شوي مي كبير حدود ال 200 هكاك اقل شوي اقل شوي 180 ها بالضبط 180 هذه جيتو ب 7 شهر جيتو ما ساك 7 شهر يجيو معناتها مونتون بي يجيو مونتون بي شكون دينار حل امين توا الفيدراسيون وعدت الكلوب ب 40000 دينار مع العوده لكن فما كونتر بارتي زاد خطايا على ليكيبات اللي اخترقت الحجر الصحي يعني مراد على اللعبه تهز منها تجيب هكا دونك بون 40000 دينار مع تقدير الجهود الجامعه ما نتصورش زاد باش كفل حتى بترونش تاع جوار واحد في فما زاد بيان اخر فما بيان زاد على مراقبه المصاريف يشمل مستقبل جابس الكلوب افريكان ونادي بنزرتي واتحاد بنقردان صدر هذه كبيره شويه اي بالتعاون مع الجامعه فما مع لجنه اخلاقيات اللي باش تولي تباشر مهامها نرموها في سبتمبر غريبه مر النادي البنزرتي يعني المرتبه اللي فيها وسام ما تليقش بنادي البنزرتي عندكم لعبيه معني خلينا نقولوا مواهب ادم رجيبي مثلا كان في وقت ما ادم رجيبي ننتظروا منه انه باش يلعب باش يحترف مثلا علي المشاني تراوري اللي فسخ العقد العون اللي حليم الدراجي برشا ملاعبين برشا الحقيقة معناتها تشوف راس البشري تشوف لي زونترينمون نحكي لك الريتم اللي في لي زونترينمون راهو الحقيقة نتاع كيما نقولوا نتاع فريق معناتها في المرتبة الأولى في المرتبة الأولى باش تفسر أنت باش نقول عدم الاستقرار الإداري مثلا لا وسام لانه الخساره بصراحه نتاع الماتش الليميناتوار تاع البطوله العربيه ظهر لي عمل دي كليك في الكارير سيابي كان فما انتظارات ماديه كبيره برشا وحتى رياضيا صحيح هو اللي فما اللي شوا راموز اللي شوا نجم يكونوا في ملاعبين نجم يكونوا باش تلعب فلان في بلاصه فلان نجم يكون في شوا في لي زونترونور فما شوا في حتى في المسؤولين راهو نقول لك شويه احنا شويه من طرف اليدين برشا حاجات معناتها تصارت مع بعضها اللي خلت ليكيب معناها تشوف قلت لك راس البشري حكيت على ادم ما نجم نحكيك على ملاعبين ممكن انت فما ملاعب الجزائري اللي معنا جمال شتيت كاليتي الحقيقه بالحقيقه عمري ما ريت معناها ساقي صار بالفاسون هذيك مي معنا تشوفوا في لونترينمون حاجه تشوفوا في الماتش حاجه الكاليفيكاسيون تعطلت برشا صحيح ولوزيد والكاليفيكاسيون احنا نلعبوا في الشامبيون داراب الكاليفيو في الماتش الثالث معنا وي 8-0 وبعدها الخساره قلبت كل شيء في الماتش الخامس بداوا يلعبوا معناتها بريسك 8 ولا 7 جوارات بداوا يلعبوا في الماتش الخامس بريسك اللي دور نتاع ليكيب معناها ادم رجيبي هاتان البارات علي المشاني شهاب مفرج هاري العياري معناتها بريسك كيب كامله تكلاسيت معناتها واحد يتكلف في خامس ماتش نتفكر انا فما اونترينمون نلعبوا كونتر مستقبل سليمان الاخر وقت نستناو في لي جوار هذوما باش يتكلفوا خاطر نحن ديجا لي جوار كل صغار اللي يلعبوا معناتها في الماتش هذاك ديجا الانترنور وقتها جمعه كامله يخدم بكيب ونهار لحد لعب تيكيب هكاك بالضبط نحكيو كره وسام جماهير النادي البنزرتي حتى على الباج لاموك شويه قالوا وسام مستواه طاح مقارنه بالمواسم الفارطه شنو ردك على اللي قالوه جماهير النادي البنزرتي؟ صحيح فما ممكن مباريات اللي انا قلت لك راهو كيما نحكي لك معناتها كوره راهي فريق كامل مش لاعب مش اثنين نجم انت تكون في التوب نتاع النيفو نتاعك وتبدا ليكيب معناها اون بيس انت تكون معاهم اون بيس نجم تكون انت معناتها اون بيس وليكيب نتاعك تبدا قويه نجم معناتها تتعدى نورمال والخساير زي ديجا الخساير راهم ما ياثروا حتى انت مدافع تشوف نحن قابلين بريسك اضعف خط دفاع في البطوله معناتها عادي جدا باش نادي البنزرتي باش جمهور نادي البنزرتي حقهم باش يقولوا راه معناتها خاطر ما شافونيش بنفس النيفو اللي نتاع العام الفارط الدفاع مثلا ما نعرفش انا تركيبه الدفاع هي اللي ربما بالك شي تبدلت سنة واثرت شويه على مردودك بالعكس تركيب ممكن تركيبه الدفاع احسن دفاع ممكن بالنسبه لي انا في تونس حاليا هو دفاع نادي البنزرتي نحكيك اسامي علي المشاني شهاب مفرج مروان الصحراوي وحبيبي كان حليم دراجي شنو مشكل مال باقي نقول لك تبدا ليكيب الكل حتى اون بيس باقي راك حتى مهما تكون عندك نجوم العالم راك ما تنجمش تعمل فريق لانه الفيستير ما يقال انه فما زاد انقسام الفيستير فما ديزينيمون معروفين تو كورجيه تفهموا اكثر ما باش ما نقولش دي موفيز جرين لكن ياثروا شويه في الجو ما نعرفش انت يكون عندك واجب التحفظ ما تساميش اما فما انتدابات يمكن قلقت شويه ماديا وفنيا خاطر كانت كور بتطالع مع اولاد صغار تاثر هو في كيما قلت لك راهو موجود الحكايه هذوما موجودين في ليكيب الكل اقل ممكن اقل ليكيب رانا نحن فيها الحاجه هذوما الحقيقه تعطوا مع بعض اقل ليكيب فيها الحاجه هذوما معناتها بنزرتي خرجوا منها 7 ولا 8 جوارات من احسن ما فما خرج خماجة الثامري اللي هو ليدور في ليكيب
غارديان معناها عمل بيرفورمانس كبيره معنا في السي بي، صديق المجري زيد العناني خرج ورجع ورجع مش بنفس مش بنفس المستوى، اما باقي ليكيب الكل معناتها ما هزيناش بعضنا كيما نقول. يعني كنت تفضل ربما انه منتصر الوحيشي يواصل مع نادي بنزرتي؟ هو الحقيقه من رايي انا، انا كنت نفضله خاطر معناتها انا نحبه على الاخر كشخص وك معناتها كونترونو نحبه برشا، معناتها كان قريب برشا من الملاعبيه. ممكن شويه هاني قلت لك بما دي شويه راهم غالطين شويه من الاداره الكل وشويه وشويه من اللي جوار. مازلنا مواصلين في حوارنا مع لاعب النادي الرياضي بنزرتي وسام بوسنينه. فاصل صغير نسمعوا الموسيقى وراجعين.